اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين. أو تعرفنا بعد مماتك؟ قال أعرف. أجر فان. اللهم إنا نسألك أن تقيم فيها علم الجهاد. اللهم اجمعنا. غريب أوي واحد يفكر كده ليه يا رب تقتل الناس الصالحين؟ ما سأل الصحابة عن أشياء لا دخل لهم فيها؟ ما قالوا اظهر بهذه الأمة يا رب. اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرض. اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب. لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان. ليه ما تكونش أنت اللي ملهم؟ أنت اللي بتدفع الناس. ليه ما تكونش أنت اللي الله يبسط يده بالليل ليتوب المسلمين؟ أول سؤال الصلاة يا رب الله، كيف نصلي؟ اعتقنا يا رب، لم يبق إلا يوم. قد غفرت لكم يا كل من أمنتم اذهبوا فادخلوا جنتي.